أسعد الله مساءكم مشاهدي الكرام، مشاهدي فضائية النجاح، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من طريق النجاح. هذا البرنامج الذي نخصصه دائما للحديث عن إنجازات جامعة النجاح الوطنية وعن التطورات الأكاديمية والعلمية والبحثية فيها. في هذه المرة سنتحدث عن حدث هام حصل في جامعة النجاح الوطنية وقادته كلية القانون بالجامعة بعد أن عقدت عدة مشاورات وأيضا اجتماعات هامة، خرجت بمؤتمر هام على مستوى فلسطين وهو مؤتمر البناء الدستوري في فلسطين. سنتحدث عن هذا المؤتمر وكيف سارت أيام انعقاده مع الدكتور مؤيد حطاب عميد كلية القانون. مرحبا بك دكتور مؤيد. يسعد صباحك أستاذ خالد. ولكن مشاهدي الكرام، قبل أن نكون معكم في تفاصيل هذا المؤتمر سنخرج إلى فاصل ثم نعود لاستكمال ما بدأناه عن هذا المؤتمر. مشاهدي الكرام، كما بدأنا في بداية هذه الحلقة، كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية هي كلية نشيطة جدا، نشيطة على المستوى البحثي، نشيطة على المستوى الأكاديمي، على المستوى الدولي من خلال مشاركاتها في العديد من الفعاليات والأنشطة الدولية، وكانت نشطة جدا هذا الأسبوع بعقد هذا المؤتمر الذي تحدثنا عنه وهو مؤتمر البناء الدستوري في فلسطين. دكتور مؤيد مرحبا بك مرة أخرى. مؤتمر البناء الدستوري في فلسطين الذي أخذ يعني صدى كبير على مستوى فلسطين، ما الهدف من انعقاده ولماذا فكرت فيه كلية القانون في هذا الوقت؟ بداية برحب فيك أستاذ خالد مرة أخرى، وبرحب في أعزائنا المشاهدين جميعا ومن يتابع الفضائية على مواقع الإنترنت. الحقيقة هو ليس حدث هام، بل هو الحدث الأهم أعتقد على مستوى على المستوى القانوني الأكاديمي في فلسطين، ربما يعني عبر يعني سنوات طويلة. أهميته منبثقة من محورين. المحور الأول محور الموضوع بحد ذاته، وهو موضوع البناء الدستوري. والبناء الدستوري رح أتحدث عن الموضوع هذا يعني مطولا أثناء اللقاء، لكن برضو بدي أحكي أنه كمان أهميته منبثقة عن التفاعل والحضور والشخصيات التي حضرت هذا المؤتمر. يعني دكتور مؤيد، كما أسفنا المعيقات كثيرة التي تواجه بناء أي جسم أو أي مؤسسة أو أي شخص في داخل العمل، هناك معيقات، ولكن المعيقات الكبرى هي معيقات بناء الدستور. كيف أو ما هي أهم الصعوبات التي واجهت بناء الدستور الفلسطيني؟ هي حقيقة إحنا يعني لا شك إن إحنا في يعني نواجه حالة استثنائية على مستوى العالم، ألا وهي حالة الاحتلال وتحدي الاحتلال. هذا من جانب، ومن جانب آخر برضو في عنا وضع داخلي استثنائي بالانقسام وتبعاته. من حيث يعني من حيث الدولة الفلسطينية ومن حيث مؤسسات السلطة الفلسطينية، يعني الدستور كان من الأولويات. يعني إحنا شهدنا بناء القانون الأساسي اللي عرف بالدستور منذ قدوم السلطة الفلسطينية، وأولي لهذا القانون الأساسي أهمية بالغة، وحقيقة يعني عبر عن كثير من يعني متطلبات الأمة في التقدم على مستوى الحريات والسياسي وإلى آخره. بعد ذلك يعني برضو يعني منذ أقل من عام يعني دول الرئيس الفلسطيني فخامة الرئيس أبو مازن برضو أعلن تشكيل المحكمة الدستورية. برضو هذا كمان من أجل تعزيز الواقع الدستوري. بالضبط، هذا اللي كنت أسألك فيه دكتور، عفوا المقاطعة، اللي هو شراكتكم مع المحكمة الدستورية وعلاقتكم ككلية قانون معها في بناء أو المساهمة في بناء الدستور. جميل، هذا إحنا بنحكي الآن يعني عن الصعوبات والتحديات بالزبط. وما يقابلها حتى من تفاعل. إحنا يعني كفلسطينيين دائما، وأنا ركزت على هذا الموضوع بركز، واعتقد يعني احنا كلنا بنلمسه، ان احنا من يعني يد من الايدي تخلع وتقاوم شوكة الاستعمار والاحتلال وتحارب هذا يعني الغطرسة الإسرائيلية بأمعاء خاوية، وكما اشار يعني دولته وكما اشار الجميع، يعني احنا في يوم بنبني وفي نفس الوقت احنا يعني نقاوم. من جهة ثانية يعني بالمقدار اللي احنا بنقاوم فيه الاحتلال، بنفس الوقت بنفس اللحظة في اليد الأخرى بنبني يعني جذور الاستقلال وجذور المؤسسات. لا شك انه طبعا مرة ثانية بدي أعود للسؤال الأول، انه احنا هذا الحكي كلياته معناها في صعوبات كبيرة، في صعوبات من حيث عفوا لما تحكي انت عن الاحتلال، حتى آلية
عقد لقاءات وعقد ندوات، يعني ممكن بأي لحظة يعني تغلق المدن، ممكن بأي لحظة التشكيلة اللي يجي يعني أن تعقد دراستها ممكن تتعطل. يعني في كثير من الصعوبات إحنا نواجهها، وكذلك نواجه صعوبات برضو على مستوى الفلسطيني الداخلي. يعني بس كمان دكتور عفوا، هذا لا يعني أن إذا قطع الاحتلال أو صار المدن وأصبحت متقطعة أن يتوقف عن التواصل من أجل، وهذا ما يميز الشعب الفلسطيني. مرة ثانية يميز الشعب الفلسطيني أنه أنت في يعني زي ما إحنا حكينا في نفس إحنا كل فلسطيني فينا يد من أيديه تقاوم واليد الأخرى تبني. نعم. معناش يعني توقف، ولذلك إحنا يعني ظروف المؤتمر السياسي اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني حاليا من مقاومة ومن صراع ومن يعني ومن وجه دائما كل التحية والإجلال والتقدير لأسرانا ومقاومتهم لما يمر به من معاناة خارقة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية حتى، ومع ذلك نقاوم ونبني. يعني دولة تعبر عن هذا الشيء. في قبل المؤتمر بيوم كان في خيمة الاعتصام، نعم، وبعدها بيوم كان في خيمة البناء الدستوري، نعم، يعني في جامعة، نعم، النجاح، نعم. فهو في يوم يعني هذا هو الشعب الفلسطيني. يعني الحكومة الفلسطينية تعبر عن هذا الواقع، تعبر عن هذا الواقع من خلال لا يوقف بناءنا شيء، بالعكس احنا منطلقين. اما دور كلية القانون الفاعل واللي احنا يعني دائما بنطمح له بنتامل له، تعقيبا على سؤالك الاخير، يعني احنا من البدايات جلسنا مع اعضاء المحكمه الدستوريه، بالعكس واستضفناهم في الدراسات العليا في داخل الكليه. نعم. واستضفنا كذا مره رئيس مجلس استضفنا كذا مره رئيس المحكمه الدستوريه، استضفنا الهيئات القانونيه كلها، رئيس مجلس القضاء الاعلى اجى شرفنا في الكليه، ويعني المستشار الرئيس حسن عوري برضه اجى شرفنا في الكليه. بالتأكيد. نعم. فكل هذه التفاعلات هي من اجل يعني مأسسه القانون في داخل فلسطين، من اجل جعل المؤسسات أو السلطات القانونية هي الأساس وهي البارز. عن السلطات الثلاث وكتابة الدساتير سنتحدث كثيرا، ولكن الزملاء مشاهدي الكرام في برنامج طريق النجاح أعدوا لنا تقريرا عن وقائع مؤتمر بناء الدستوري في فلسطين، سنشاهده معا ثم نعود لاستكمال حديثنا مع دكتور مؤيد حطاب، تابعونا. بحضور رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وكوكبة من المجتمع القانوني، عقدت جامعة النجاح الوطنية مؤتمر البناء الدستوري في فلسطين، وذلك بمواظبة وجهود القائمين عليه من الخبراء للخروج بتوصيات للعمل بها وإيجاد هوية الوطن والتي يصوغها الدستور من خلال اهتمامه بالمجالات كافة. إنه لمن دواعي اعتزازي أن أكون بينكم اليوم في مؤتمر البناء الدستوري وبين هذه النخبة المميزة من الخبراء والباحثين والمختصين المحليين والدوليين في مجال القانون، ومن طلبة كليات الحقوق والقانون في جامعاتنا الوطنية، حيث يعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في فلسطين، بل ويعتبر فعالية علمية ووطنية كبرى تحتشد في إطارها جهود تعزيز سيادة القانون وإرساء بنية قانونية فاعلة ومتطورة. البناء الدستوري هو يحدد الحقوق والحريات ويحدد النظام القانوني في الدولة وينهي كافة الخلافات القانونية، بالإضافة إلى أنه يفسر ما يسور من غموض في نصوص القانون أو الدستور. وعلى اعتبار أن الدستور هو المظلة الجامعة والمنظمة لكل القوانين، ولأن هناك سعي دائم لإيجاد مقومات الدولة الحديثة، جاءت البنود الأساسية خلال المؤتمر تتحدث حول كيفية بناء الدستور وصياغته وفصل السلطات والعدالة، بالإضافة للإشكاليات العالقة في هذا المجال في ظل أفضل الدساتير المكتوبة بوجود خبراء محليين ودوليين لعرض أوراق علمية تجسد واقع الدستور الفلسطيني وكيفية العمل على بنائه بأفضل الصورة. مؤتمر تناول حقيقة دور الكبير الذي ستلعبه المحكمة الدستورية في فلسطين، خاصة فيما يتعلق بتحقيق العدالة الدستورية وفي تحقيق حقوق المواطن الفلسطيني بشكل عام. كان تركيزنا بشكل أساسي على المحكمة الدستورية أيضا، لأنه هي حدث جديد في فلسطين، صار لها سنة وشهر يعني تم إقرارها من قبل الرئيس وتم تشكيلها، فبالتالي هنالك يعني كل العالم عماله بتطلع ماذا ستفعل المحكمة الدستورية الفلسطينية. لكن الأفضل من إنه السؤال ماذا ستفعل المحكمة الدستورية الفلسطينية هو
كيف سيكون شكل الدستور الفلسطيني. ويعد الدستور قانونا أعلى يقوم على تحديد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام حكمها وشكل حكومتها وتنظيم سلطاتها العامة، وبهذا تبحث فلسطين لتشكيل وبناء دستور يخصها يضمن تنظيم العديد من القضايا المتناسبة مع الظروف كافة وتشكيل هوية الوطن في المستقبل. لفضائية النجاح، ديانا زكريا. أهلا بكم مشاهدي الكرام. دكتور مؤيد، مرحبا بك مرة أخرى. محاور المؤتمر كانت كثيرة، أهمها كتابة الدساتير. يعني أريد أن أؤكد مرة أخرى على أنه دستور أم دساتير التي تكتب في بالعادة أو لكل سلطة من السلطات لها دستور؟ أريد أن أعرف الإجابة دكتور. هو حقيقة يعني الـ 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 الأمم والشعوب لكل ثقافة ولكل دولة ولكل أمة طريقة. وإحنا بنحكي يعني هو دستور فلسطيني واحد لا شك، لكن طريقة صياغة الدستور يختلف من دولة لدولة، يختلف من 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 يعني معطيات عن معطيات. لذلك لو نظرنا إلى يعني المحور الأول في المؤتمر وهو عملية بناء وكتابة وصياغة الدستور، إحنا استضفنا البروفيسورة كريستينا مور اللي هي أحد يعني أحد الأسس التي صاغت الدستور الإفريقي الجنوب إفريقي. نعم. وهذا لديها خبرة كثيرة. نعم. في بناء الدستور. بس نعم. إحنا ما نحكي عن جنوب إفريقيا أستاذ خالد، إحنا بنحكي عن دولة بلا شك، نحكي عن بلا شك يعني إحنا بنحكي عن يعني زي ما بسموها يعني الظل لواقعنا الفلسطيني. نعم. إحنا بنحكي عن شعب عانى مع نعاني من أبيتايت، من انقسام وتقسيم عنصري، من إلى آخره، من معاناة احتلال ومقاومة سلمية شعبية لهذا الاحتلال إلى أن توصلوا، وحتى كمان الشيء بالشيء يذكر. نعم. ومقاومة أسرى حقيقية يعني نيلسون مانديلا يعني أكبر مثال للشعب الفلسطيني، أكبر مثال على تمثال كبير له في على أن للقيد لابد للقيد أن ينكسر. نعم. أكبر دليل، ولذلك إحنا وضعنا تمثاله وشفنا وشاهدنا يعني طيب. الفعاليات المتعلقة بهذا الشيء، لكن هذه المحور يعني إضافة إلى شخصية مثل البروفيسورة كريستينا، كذلك احنا كان استضفنا يعني دكتور احمد براك النائب العام في الجلسه الاولى. نعم. رئيس الجلسه كان دكتور حنا عيسى. المحاور اللي تناولتها تعبر عن اهميه الدستور. هي المحاور لها جزء خاص بالحلقه، ولكن محاور المؤتمر مهمه ومن ناقش ومن تحدث فيها، ولكن نحن هنا بالخط العريض نناقش ما هي محاور هذا المؤتمر. فصل السلطات كان أهم أو البند الثاني من بنود أو محاور هذا المؤتمر. بناء النظم السياسية في فلسطين كان حاضرا في هذا الموضوع. ماذا عن هذه القضايا جميعها؟ خليني أنا أساس ما أدخلش في التفاصيل لأنك حابب تأخرها شوي. نعم. اللي هي تفاصيل المحاور. خليني أحكي بشكل عام. يعني أهم موانع الانقسام، أهم موانع اللي هي خلينا نسميها الإقصاء، موانع الإقصاء تتركز في دستور ملائم ويتلائم مع طموحات أي شعب وأي أمة، خاصة الأمة التي تريد أن تبني مستقبلها. إحنا في عنا دساتير زي جنوب إفريقيا، هي دساتير تسمى عدالة انتقالية أو مرحلة العدالة الانتقالية. إحنا في نعيش حاليا في وضع استثنائي، نحتاج إلى دستور يعبر عن العدالة الانتقالية، يعبر عن مرحلة الصراع اللي إحنا عايشينها مع إسرائيل، وكذلك يعني يعالج الانقسام وتبعاته. نتأمل يعني أنه يكون المنطلق هذا منطلق من أجل هذا المنطلق الدستوري يكون منطلق من أجل يعني تسليط الضوء على كيف يؤدي الانقسام إلى يعني الضمح يعني الجهود بعثرة الجهود كاملة بلا شك. يعني بس هو كمان يعني سؤال مهم، بما أنك أنت تطرقت لموضوع الانقسام دكتور، يعني أنت مش متخوف من موضوع أنه بزبط أي إشي في ظل هالواقع المنقسم في المجتمع الفلسطيني؟ يعني مستويات أقل من بناء دساتير ما زبطتش في ظل الانقسام. كيف لهذا المؤتمر أن يوحد الجهود ما بين شقي الوطن في ظل الانقسام الحاضر؟ هو حقيقة يعني مرة أخرى ديمومة الحياة لا تقف يعني، والدول التي تريد أن تبني يعني مستقبل لها تنظر إلى الأمام دائما إلى الخلف. دائما تسير إلى الأمام. نعم. ولا تقف أبدا عند خلينا نسميهم البومز أو هذول الحواجز اللي في الشوارع أو الحفر الموجودة في الطريق. نعم.
يعني يقف على كاهل وعلى عاتق وعلى مسؤولية جميع الفلسطينيين توحيد الدولة الفلسطينية. ولا يمكن بناء توحيد من دون ما يكون عندنا دستور معبر عن هذا التوحد والتوحيد. التوحد في هوية المواطن والوطن، والتوحيد في كل الأهداف التي ترمي إلى بناء مؤسسة دولة فلسطين المستقلة بمؤسساتها وانفصال سلطاتها. فهذا شيء أساسي ومحوري ومهم جدا. لا تخوف، بالعكس أنا بعتبر هذا المؤتمر هو عبارة عن ناقوس إنذار إلى ضرورة إعادة اللحمة الفلسطينية، أن يراجع جميع الأطراف أهمية ما يحدث. غزة والضفة الغربية تاريخيا تعود إلى فلسطين التاريخية، ولا يفرقنا شيء، ولا يمكن يعني بعض المطامح السياسية أن تكون سبب في نزع هذا الوحدة الفلسطينية اللي هي يعني متأصلة في على مدار التاريخ الفلسطيني منذ نشأة التاريخ. طيب يعني هذا كلام مهم، ولكن على أرض الواقع تختلف الأمور. يعني في غزة على سبيل المثال هناك حكم الإعدام، نعم. في الضفة لا يصادق فخامة السيد الرئيس على، ولا في غزة يصادق بالمناسبة يعني، طيب. على ولكن يطبق في غزة ولا يطبق في الضفة. ما هي المظلة التي يجب أن يحتكم إليها الحكماء في موضوع شبيه بهذا الموضوع في شقي الوطن؟ يعني إحنا شهدنا في الفترة الأخيرة يعني كثير من الحديث حول هذا المحور على مستويين القانوني والسياسي. نعم. وكلنا عارفين طبعاً إنه يعني لا يمكن لقسم صائم في من فلسطين أن يستقل بذاته ويبتعد عن الهوية الوطنية، ولا يجوز للفلسطيني أن يحمل شعار خارج حدود وطنه. يعني يجب أن يقف خلينا نسميها أيديولوجية المواطن الفلسطيني، ويجب أن يقف هوية المواطن الفلسطيني عند حدود دولة فلسطين، ولا يتعداها إلى هويات أخرى أو أيديولوجيات خارج دولة فلسطين. وهذا ما يؤكد عليه فخامة الرئيس، وهذا ما أكدت عليه التيارات الفلسطينية كلها، وهذا ما أكدت عليه الحكومة الفلسطينية. لذلك إحنا يعني نضم صوتنا إلى جميع الأصوات الفلسطينية الشعبية التي تقول أن المعيار علم فلسطين، وأن الحدود تقف عند حدود فلسطين، وأن الأيديولوجيات فلسطينية بناء داخلي محلي. نعم. إذا لم ينتبه الأخوة إلى هذا المعيار وبقية الأيديولوجيات والهوية والمحاور خارج حدود الوطن، للأسف يعني هم بيعزلوا أنفسهم عن هوية فلسطين. طيب ممتاز. ها يعني هون وصلنا لنقطة مهمة. إذا وصلنا إلى هاي المرحلة، ماذا بعد في هذا المؤتمر، أو ماذا بعد انعقاد هذا المؤتمر يجب أن يطبق على أرض الواقع؟ أعتقد يعني أنا خليني أكون يعني أنظر إلى الجانب الإيجابي للموضوع. الأمل والطموح أن يكون هناك ضغط شعبي من أجل التوحيد. أعتقد مستحيل، يعني الفلسطيني مستحيل أن يعني أن يبنى بفلسطين جدار برلين، مستحيل نقبل فيها وبأيدي فلسطينية. يعني إحنا نبني جدار برلين بأيدي فلسطينية مستحيل. وإذا حاول أي فصيلة أو أي طرف مما كان يكون الفصيل أو الطرف أن يبني هذا الجدار، أنا متأكد إنه أيدي الأطفال الفلسطينية يعني حتى يعني أيدي الرضع الفلسطينيين ستقوم على إزالة هذا الجدار. لذلك أنا لا أنظر إلى من يقوم حاليا في بناء هذا الجدار، أنا أنظر إلى المؤتمر الدستوري باعتباره أحد المعاول الأساسية لهدم هذا الجدار، جدار برلين الفاصل بين شعب فلسطين وإسرائيل. ما قدرت تفرق بين الفلسطيني الداخل وفلسطيني الضفة الغربية، فلن يفرق بينها أي شيء آخر. إذن فاصل آخر مشاهدي الكرام. دكتور مؤيد سنعود إليك بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام في الجزء الأخير من طريق النجاح، وخصصناه للحديث عن مؤتمر البناء الدستوري والذي نظمته كلية القانون بالجامعة. دكتور مؤيد، يعني هذا المؤتمر كان بشراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي الذي قدم أيضا جزء من الدعم لهذا المؤتمر، إضافة إلى وجود قناصل دول أخرى، ولكن بالاتحاد الأوروبي ما أهمية العلاقة معه؟ حقيقة أنا يعني بحب أكد أنه هذا المؤتمر هو المؤتمر الختامي للمشروع الأوروبي المشترك بين كلية القانون في فلسطين اللي دعمه الاتحاد الأوروبي، ماجستير القانون الجنائي وماجستير القانون والاقتصاد. المشروع الأوروبي يعني منذ حوالي سنتين ونصف تقريبا دعم كليات القانون من أجل إنشاء وتطوير الآلية القانونية بتخصصين أساسيات اللي أنا ذكرتهم،
وزي ما عقدنا جلسة الافتتاح كمان احنا يعني كان هذا المؤتمر ختامي وحبينا يكون مؤتمر ختامي نوعي بالمعنى الحرفي مع نهاية العام الأكاديمي كمان. مع نهاية العام الأكاديمي مع نهاية المشروع كذلك. وطبعا كان لابد من كلمة لممثل الاتحاد الأوروبي الذي ألقاها نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس. ويعني الدور اللي لعبه الاتحاد الأوروبي ولذلك كانت السفارات دعيت أيضا ومشكورين يعني حضر عدد من ممثليهم وعدد من السفراء في فلسطين اللي حضروا وشارك في هذا الـ أنا بسميه حتى مش المؤتمر الفلسطيني حتى ممكن أسميه المهرجان القانوني الأضخم يعني لأنه إحنا حكينا والدستور دائما لا يمكن فصله عن السياسي فبالتالي كان في تمثيل حقيقي للقانونيين كان في تمثيل حقيقي للسياسيين وهنا تبرز أهمية حضور دولة رئيس الوزراء لأنه يعني هو يعلم أهمية الدستور على الناحية السياسية والقانونية في ذات الوقت. نعم يعني هو مؤتمر حمل جاء على يومين الأول كان في مسرح سمو الأمير تركي ثم انتقل المؤتمر في اليوم الثاني إلى المعهد الكوري. نعم. المشاركات هي بنفس المستوى في اليومين المستوى الأول أو اليوم الأول كان لمجموعة من المهتمين الخبراء القانونيين الفلسطينيين والدوليين في هذا المؤتمر وكذلك اليوم الثاني ولكن أهم توصيات هذا المؤتمر التي خرجت وإلى من ستذهب هذه التوصيات من أجل التطبيق؟ نعم هو حقيقة يعني أنا يعني عشان المؤتمر التفاعل لحضور المؤتمر لمسناه من اللحظة التي أعلننا بها رسميا عبر المواقع لعقد هذا المؤتمر. أنا أقول يعني أتحدث عن التفاعل العلمي والأكاديمي والاهتمام يعني الحقوقي والمؤسساتي في هذا المؤتمر ولذلك كان زي ما أنت تفضلت كان في اهتمام على المستويين اليوم الأول والثاني. أضف إنه الجلسات اللي كانت موجودة كمان يعني أخذت يعني بعين الاعتبار وجود شخصيات قانونية وسياسية واجتماعية وقيادية بارزة يعني على مدار اليومين كاملات وهذا برضو أعطاه خلينا نسميها حجم الحقيقي لأن نحكي كمان مرة عن هوية الدولة دستور هوية الدولة فأعطاها حجم الحقيقي والمحاور تركزت في المحور الأول بناء الدستور وهذا يعني المخرج تبع المحور الأول كان لابد أنه يكون الدستور الفلسطيني يعبر عن نوعين من تحقيق العدالة. النوع الأول أن يكون دستور ديمقراطي مدني بالمعنى الحقيقي وأن يكفل بالطرف الآخر الحقوق والحريات. ولذلك في حال وجود صراع حزبي أو أي صراع آخر يجب أن يكون الدستور هو المظلة التي تجمع الجميع. بالتأكيد هذا بشكل عام كدستور ولكن في داخل الدستور أيضا يوجد سلطات. نعم. يعني هل هذا نوقشت في المحور الثاني؟ بالتأكيد وهو ما أنا أقصده هل يعني نوقشت قضية فصل السلطات التشريعية والتنفيذية في 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 هذا المؤتمر وكيف وجدتم التجاوب من خلال رؤساء كل هذه السلطات؟ صحيح إحنا عندنا طبعا عندنا يعني القانون الأساسي حقيقة يعني يعني موجود وهو معبر عن أهمية فصل السلطات وأنا يعني بحب أأكد أن القانون الأساسي الفلسطيني يعني لا بأس به يعني بالعكس يعني يعتبر من الدساتير المتقدمة بس إحنا كفلسطينيين كشعب يعني رحمة الله على أبو عمار كشعب الجبارين لا نقف عند الشيء الجيد إحنا دائما نتطلع إلى الشيء الأفضل والأفضل والأفضل لذلك سعينا إلى دستور لسه يعني أكثر تقدما. حقيقة فصل السلطات الثلاث ألا وهي السلطة التشريعية والتنفيذية ثم القضائية هذول السلطات الثلاث هم ركائز الدولة اللي ناقشوا المؤتمر أولا تأكيد على أهمية فصل السلطات وهذا معروف عند الجميع ثم بعد ذلك ناقش بعض العوائق التي قد تعيق مسألة فصل السلطات أحيانا في بعض المسائل وطبعا هنا أهمية الدستور إنه هو يعني هو الذي يستطيع أن يوحد المفرق ويعطي كل إنسان حجمه وكل إنسان مكانته وكل قانون وكل مؤسسة وكل مواطن هذا الحكي هو الدستور اللي بيعززه ثم بعد ذلك تأتي القوانين يعني المتخصصة لتعبر عن الإرادة الكامل يعني من هون ممكن دكتور نفهم مع السادة المشاهدين أنه مظلة القانون الفلسطيني هو القانون الأساسي الفلسطيني ومنه يتشعب حاليا نعم. أنا أقصد حاليا هو القانون الأساسي الفلسطيني ومنه تتشعب القوانين صحيح. هي قضية مهمة جدا ولكن
يعني كثير من الناس يرى أن هناك تداخل في عمل السلطات، هل نعم. هل هذا موجود أو هل تم نقاشه في 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 هذه المشاكل؟ أنا كنت أشير إليها إنه أحيانا هناك يعني بعض التداخل في بعض الصلاحيات، وهذا شيء طبيعي. يعني يعني أعتى الدول يعني تواجه أحيانا بعض الأمور الإجراءاتية، يعني في أمريكا على سبيل المثال لما تيجي تحكي أنت عن بعض الأجهزة أحيانا أو بعض السلطات في شيء، هل هو مثلا تابع لجهاز قضائي ولا جهاز بوليسي ولا مخابراتي ولا خارجي، حتى على سبيل المثال ممكن تكون قضية واحدة، وهذا موجود يعني بيحدث أحيانا. لكن وين الأهمية؟ الأهمية أنك أنت تتدرب وتعالج. لذلك إحنا يعني جبنا خبراء وباحثين من دول أوروبا كلها تقريبا، إحنا نحكي عن مؤتمر دولي بمعنى كلمة دولي، سواء على مستوى المشاركة الفعلية في الأوراق العلمية أو على مستوى الحضور، لما زي ما أنت حكيت يعني تفضلت سابقا إنه السفراء وممثلين القنصليات اللي شاركوا مثلا الاتحاد الأوروبي. طيب يعني المرحلة الثانية من المؤتمر أو اليوم الثاني كان بجلستين أيضا، الجلسة الأولى كانت عن العدالة الدستورية. أنا لاحظت أن هذا المؤتمر حمل كثير عنوان الدستورية، المحكمة الدستورية، العدالة الدستورية. ورقة عمل كانت مهمة ناقشت وضع المحاكم الدستورية في الشرق الأوسط بعد الثورات العربية وإمكانية عقد صفقات جديدة. أنا ما فهمتهاش يعني شو قصدهم فيها، هاي قانونية بحتة الكلمات، ولكن هل وجدتم أنه فعلاً ناقش هذا المؤتمر موضوع الثورات العربية الموجودة في الوطن العربي؟ لا يمكن أن تدرس مستقبل دون أن تقف عند الواقع. نعم بالتأكيد. والواقع يجب أن يدرس الماضي، هذا شيء طبيعي ومعروف. 100%. ولذلك شيء طبيعي لو انتبهنا إحنا على البرنامج بنلاقيه يعني ما يعرف بالريذم أو النغمة تبعته، يعني نعم. النغمة الموسيقية، النغمة القانونية هي نغمة متسلسلة تحكي عن ماضي حاضر ومستقبل. الثورات العربية لا شك إنها ألهمت المفكرين والقانونيين كثير من الكثير من خلينا نسميها الأوراق العلمية. وبالتالي لما أنا حكيت سابقا عن العدالة الانتقالية، هذه جزء من إلهامات الثورات العربية، بمعنى أنه هل تستطيع أن تبني المستقبل دون أن تعالج الحاضر؟ زي ما شاهدنا إحنا في بعض الدول ما قدروا أصلا، يعني فشلت حتى محاولات تعزيز الديمقراطية بسبب عدم قدرتهم على تحقيق العدالة الانتقالية. وإذا إحنا أردنا لفلسطين أن تتميز كما هي دائما متميزة، يجب أن يكون دستورها أيضا متميز من خلال دراسة الحالة العربية ودراسة الحالة الإفريقية والخروج بمخرجات تتلائم مع الواقعين. وبعد ما ننظر لكل هاي الدساتير أو النظرات، لابد من استشراق واقع المحاكم الدستورية. نعم، وهي الجلسة الرابعة. كيف سيكون واقع المحاكم الدستورية في فلسطين؟ وجدتم تشابه بينه وبين بعض الدول القريبة منا؟ بداية خلينا أحكي، طبعا إحنا يعني من حق الفلسطينيين، وبالعكس هو واجب الفلسطينيين أن يختلفوا في الخلاصة، أن يختلفوا في النقاش، وأن يختلفوا في المفاهيم، وأن يختلفوا في الأبحاث، من أجل لأن الاختلاف تنوع، والتنوع ينشئ أفضل وأفضل دائما. لذلك إحنا شهدنا في هذا المؤتمر كثير من التجاذبات الفكرية، خلينا نسميها أو التدافع الفكري. أنا بحب أطلق عليه كلمة تدافع، لأنه التدافع إعمار كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فبالتالي التدافع هو إعمار من أجل الإعمار. لكن يعني المهم يكون تدافع وليس اقتتال وليس إقصاء وليس يعني يعني استغلال واقع معين أو نقطة معينة من أجل الانقضاض على المؤسسات، وليس إنشاء دولة بديلة أو حكومة بديلة أو حكومة ظل أخرى أو دستور بديل. لا، هذا حكي يعني لا يبني وطن، إنما يؤسس لإنقسام. إحنا أحكي الفكرة الأساسية، إحنا بنحكي عن اختلاف وتنوع من أجل بناء ما هو أفضل. وهذه كل الأراء التي طرحت أستاذ خالد هي اللي خلتنا نأخذ بعين الاعتبار، يعني في الجلسة الختامية وآخر جلسة حكينا عن توصيات ومخرجات، صعب أن أحكيها يعني خلال البرنامج لأنها طويلة جدا. لكن أهم شيء إحنا أسسنا لثلاث محاور أساسية: كيف نعالج، كيف نتعلم من الماضي، كيف نعالج الواقع والحاضر، وكيف نستفيد منه من أجل بناء المستقبل. طيب جميل. يعني الجزء الأخير أو السؤال الأخير يعني بدي يكون له شقين: الدين والمرأة. نعم. كانا حاضرين في هذا المؤتمر حضورا هاما. أشكر سؤالك. الدين يعني هو الأساس في بناء أي دستور في المجتمعات. نعم. الفلسطينية العربية والإسلامية، وكذلك في فلسطين نحن نولي المرأة أهمية كبيرة، وأيضا كانت حاضرة في هذا المؤتمر. كيف
خطر ببالكم أن تجمعوا هذين العنصرين الهامين في نفس الجلسة؟ هو لا يمكن أن لا يخطر في بالنا، بالعكس. نعم. المرأة هي أصلا جزء أساسي سواء في اللجنة التحضيرية أو اللجنة الفنية للمؤتمر أو الحضور. نعم. وكل الجلسات فيهم العام النسائي واضح، ومش يعني وليس فقط العام النسائي، بل العام النسائي الإبداعي وال يعني النموذج للمرأة الحقيقية في كل مجال. أضف أنت بتحكي عن دستور يلغي التمييز ويمنع العنصرية ويمنع التخلف، فكيف بدك تنشئ دستور زي هيك دون أن تكون المرأة وهي نصف المجتمع موجودة فيه؟ بس خليني كمان أحكي كلمة يعني أنا أفتخر فيها بفلسطين. إحنا الدولة العربية أعتقد رقم واحد من الدول العربية التي تشكل المرأة فيها في كل محور من محاورها وجود أساسي، سواء على مستوى الانتخابات أو على مستوى الوزارات أو على مستوى الحضور العام. ليش؟ لأنه المرأة الفلسطينية هي بنت الثورة، شريكة الرجل في كل تختلف شيء. تختلف عن المرأة الأخرى العربية الأخرى، لأن المرأة الفلسطينية شاركت بالثورة، والتي شاركت بالثورة إلها الحق أن تصنع القرار. واجب علينا أن بلا شك تصنع القرار. هي صاحبة قرار. هي صاحبة بناء القرار. والدين. الدين طبعاً ضروري جداً. أنت بتحكي عن هوية وطن. هوية وطن. إحنا بنحكي عن دين طبعاً. إحنا بنحكي عن الدين الذي يعبر عن كل أطياف المجتمع الفلسطيني. لذلك في الجلسة الأولى كان رئيس الجلسة الأولى الدكتور حنا عيسى، وهو رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية. وهي الهيئة حقيقة. أعتقد يعني إحنا ممكن يعني حتى نعطي نموذج يدرس للعالم الخارجي عن مفهوم التسامح ومفهوم العلاقة الودية ومفهوم يعني دور كيف الشعب الفلسطيني هو يعني على قلب رجل واحد، من حيث إنه التوحيد في فلسطين على الهوية المواطنة ولا يفرقنا إطلاقا. يعني بالعكس الأديان بالنسبة إنها محترمة بالجميع. المسيحي بيحترم الدين الإسلامي والعكس وصحيح. لذلك لا يمكن أن تدرس دستور دون أن تعرج على ثقافة المجتمع اللي جزء كبير منها الدين بشكل طبيعي. يعني بناء الدساتير أيضا له علاقة بثقافات المجتمع أكيد. نعم. بس يعني عفر بدقاتك أنا فضل. إحنا بنحكي عن الدين، إحنا بنحكي عن الثقافة المجتمعية ولا نتكلم عن الدين السياسي. نعم أكيد أكيد. نعم. هذا يعني متفق عليه. دكتور مؤيد أنا بدي أشكرك على وجودك معنا في هذا اللقاء في طريق النجاح. تحدثنا عن مؤتمر البناء الدستوري الذي عقرته كليتكم، كلية القانون بالجامعة. شكرا لك. مشاهدي الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من طريق النجاح، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة في رعاية الله.